السلام القدس لكم وعليكم احبائي واعزائي في هذه الحلقه الاولى من برنامج على طريق القدس عبر قناه اي نيوز الفضائيه لماذا على طريق القدس لان الامه سواء اسميناها امه عربيه او اسلاميه او كما يقول قاده المحور في المقاومه الامتان العربيه والاسلاميه هذه الامه قدمت الكثير من التضحيات طوال قرن مضى وقاتلت في معارك كثيره تحت عنوان الحريه والاستقلال وصون الكرامه والدفاع عن الارض ومحاوله بناء الدوله دوله العداله دوله الانسان دوله القيم والاخلاق لكن طوال قرن من الزمان كانت الامه تقدم التضحيات لكنها لا تحقق الانجازات لماذا لانها لم تضع يدها على البوصله الصحيحه عندما انتصرت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف، وقف الإمام الخميني على درج الطائرة وهو يصل إلى مطار طهران ليعلن اليوم إيران وغداً فلسطين. اكتشفت الأمة مع مسيرة الإمام ومن بعده مسيرة حركات المقاومة أن طريق القدس هو طريق الوحدة وسواه قد يؤدي للانقسام، وقد ادى للانقسام. واكتشفت ان طريق القدس هو طريق الاستقلال، لانه لا امكانيه للحديث عن استقلال وطني في اي بلد من بلادنا، بينما اسرائيل صاحبه يد عليا على مستوى المنطقه. وان طريق القدس هو طريق التنميه، كيف؟ لان اسرائيل لن تسمح لبلد عربي بان يمتلك مقدرات اقتصاديه حقيقيه. هذه مصر جمال عبد الناصر دمرتها اسرائيل بعد كل البناء الذي سلكت فيه طريق التنميه وطريق الاستقلال. الوحده محرم علينا ان نتوحد. الفتن هي اداه اسرائيل لفرض الهيمنه، ليس فقط فرق تسد بل باشكال متعدده وكثيره. وبالتالي اذا اردنا الوحده، اذا اردنا الاستقلال، اذا اردنا الاستقرار، إذا أردنا التنمية، إذا أردنا بناء الدولة القوية، فإن هناك طريق واحد موصل إليها هو طريق القدس. على طريق القدس سنلتقي في كل أسبوع لنتناول في ثلاث فقرات عناوين جديدة. فقرة أولى عنوانها من عنوان البرنامج على طريق القدس، فقرة ثانية نقاط على الحروف، وفقرة ثالثة ما وراء الخبر. على طريق القدس بلدان عربيان وزنان العراق واليمن مساحه وثروات وعدد سكان ومكانه في صناعه التاريخ العربي في اليمن كانت اولى ممالك العرب وفي العراق كانت حضارتهم العريقه التاريخيه لكن العراق واليمن كانا يقفان قلبا وعاطفه ومشاعر الى جانب فلسطين ونادرا ما اتيح لهما ان يكونا على خط تماس مع القضيه الفلسطينيه بسبب البعد الجغرافي للمره الاولى نشهد العراق واليمن ساحتا مواجهه وعلى خط الاشتباك المباشر فتقف حركه انصار الله ومن خلفها الجيش اليمني واللجان الشعبيه في خندق المواجهه الاول في البحر الاحمر لمنع السفن الاسرائيليه والسفن المتوجهه الى كيان الاحتلال ومن بعدها السفن الامريكيه والبريطانيه بسبب وقوفها مع كيان الاحتلال لتمنعها من العبور. ويقف العراق بحركاته المقاومه حركه سيد الشهداء، كتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله العراق وحركه النجباء وسواها من حركات المقاومه يعاقبون الاحتلال الامريكي على وقوفه الى جانب كيان الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته في غزه. إذا نظرنا الى هذا المشهد، سوف نرى انه من بركات الوقوف الى جانب فلسطين. يحقق العراقيون ما كانوا يحلمون بتحقيقه وهو اجماع شعبي وراء قوى المقاومه لطرد الاحتلال الامريكي. وقد حاولت حركات المقاومه في مرات سابقه ان تبدا حرب التحرير بمواجهه الاحتلال وكانت تصطدم بالمعوقات السياسيه والشعبيه. لقد منحت طريق القدس للمقاومه في العراق العنوان الجامع من اجل جعل طرد الاحتلال الامريكي من العراق وهو قضيه وطنيه عراقيه مطلبا متصلا بفلسطين. اما في اليمن فكثيرا ما كان اليمنيون يحلمون بان يترجموا فائض قوتهم لصالح حضور بلدهم في معادلات الجوار وفي مطلعها ومقدمها البحر الاحمر ومضيق باب المندب العنوانان الاستراتيجيان لمكانه اليمن في الجغرافيا لكن كان الحساب يقول ان مثل هذه الخطوه قد تكون قفزه في المجهول وان قوى عالميه كبرى سوف تخرج لمقاتله اليمن هذا البلد الصغير اذا حاول ان يحجز لنفسه مكانه في هذه الجبهه. الان وتحت عنوان طريق القدس يقف اليمن قوه اساسيه فاعله مقرره في مصير الملاحه الدوليه من مضيق باب المندب والبحر الاحمر تكتب التجاره العالميه ويرسم امن الطاقه. على طريق القدس يكتشف العراق طريق حريته وتحرره من المحتل الامريكي وعلى طريق القدس يكتشف اليمن مكانته في السرديه العربيه التي تغيرت فيها نظره العرب نحو اليمن عندما انتصر دون الكثيرين لاجل فلسطين ويحجز اليمن مقعدا في معادلات القوى الدوليه والاقليميه على طريق القدس مدخل لكل قضايانا الوطنيه نقاط على الحروف كثير هو النقاش الذي طال مشاركه حزب الله ومن خلاله القوى المقاومه في لبنان في جبهات مسانده غزه وفي البدايات كثير خرج للنقاش ان حزب الله لا يقوم بما ينتظر منه وان حجم مساهمته لا يقدم كثيرا وفق المنتظر والمتوقع من اجل غزه وكثيرون وضعوا مقياسا للمشاركه التي يقولون انها مناسبه وهي ان يروا الصواريخ العملاقه والاستراتيجيه التي يملكها حزب الله وهي تتساقط فوق تل ابيب وكثرت الشعارات التي تقول لا يفل الحديد الا الحديد ولا يسكت القتل الا القتل لكن هذا كان نوع من الصخب في الحقيقه اذا دققنا فيه هل كان لذهاب حزب الله نحو فتح جبهه الصواريخ على العمق الاسرائيلي ليغير من درجه الوحشيه الاسرائيليه ضد الشعب في فلسطين؟ الوقائع تقول هذا غير ممكن، لانه اذا فعل فهو يسلم للمقاومه بانها انتصرت، يعني اذا كان ذهاب حزب الله لقصف العمق الاسرائيلي سيؤدي بالاسرائيلي الى وقف العدوان على غزه، فهذا يعني ان اسرائيل انتهت. أن إسرائيل زلمت بأنها خشية المقاومة في لبنان ستفعل كل ما تطلبه. العكس هو الصحيح أن الإسرائيلي سيزيد من ضراوة وقساوة توحشه في غزة، وهو لا ينقصه لا طائرات ولا صواريخ طائرات لي يعني يدير حربه التدميرية على جبهة لبنان وسوريا والعراق وفلسطين معاً. يعني أصلاً الجيش الإسرائيلي عاجز في معادلات البر. لكنه متفوق جدا في معادلات الجو. وبالتالي كان اذا اذا كان الهدف هو وقف المذبحه في غزه فالمذبحه لن تتوقف. الذي سيجري هو ان الاسرائيلي سيرد في ساحات اضافيه يحجم عن الرد عليها، وهذا لن يغير شيئا في معادله القوه، لان في مجال التدمير، نعم سيلحق بالاسرائيلي ضرر كبير بشري ومادي وسوف يكون امام وضعيه حرجه وصعبه في مقابله قضية جبهته الداخلية لكن هذا لن يحسم حربا السؤال إذا هل تقترحون أن تذهب قوى المقاومة إلى الحرب الكبرى أي إلى حرب التحرير هل نضج الظروف حرب التحرير يعني هل نحن أمام نهوض شعبي عربي تخرج فيه الملايين في ساحات مصر مثلا وتقتحم معبر رفح وتفتح الباب أمام دخول المساعدات إلى فلسطين هل نشهد مثلا في الأردن هذا الاعتصام على الحدود مع فلسطين واقتلاع الحواجز في المعابر ونشهد العمليات عبر الحدود لتاتي المقاومه المنظمه التي تملك قوه ضاربه وتقول دقت ساعه التحرير، اعبري يا قوه الرضوان الى الجليل، اقصفي ايتها الصواريخ عمق اسرائيل، هل هذه هي الصوره؟ لا ليست هذه هي الصوره. الصوره هي ان الوضع العربي السياسي مريض ومريض جدا وانه اذا سمحت المقاومه بأن تختفي صورة مظلومية غزة وتظهر صورة تفوق المقاومة في لبنان بصورة خاصة ومعها العراق واليمن فإن المشهد العربي سوف يكون هذه حرب ايران وجماعة ايران وليست حربنا فلماذا ندخلها ولماذا علينا تحمل أعبائها وسوف ينقلب المشهد في العالم أيضا أن اليهود في خطر وأن هناك استئصال واجتثاث وانهاء لاسرائيل وليس هناك اجتثاث ومذبحه بحق الفلسطينيين. لذلك كانت المقاومه في لبنان ومعها قوى المقاومه في المحور عاليه الدرجه في الحكمه لان الشجاعه ليست شجاعه السيف فقط بل هي شجاعه الفكر وشجاعه العقل. وادارت حربها بطريقه تتناسب مع معادله ان تبقى غزه هي العنوان. أن تبقى فلسطين في الصدارة، ليبقى الشارع العربي معنيا ومتفاعلا، وليبقى الشارع العالمي معنيا ومتفاعلا، ورفعت درجة تصعيدها، ماذا أنتجت؟ على الأقل الآن يعترف قادة كيان الاحتلال بأن لديهم صداع اسمه مستوطنو الشمال العاجزون عن العودة عن مستوطن... إلى مستوطناتهم، تماما تعادل برأيهم صداع الأسرى في غزة. وهم يقولون اننا لا نستطيع ان تنتهي الحرب اليوم ونقول للمستوطنين في الشمال عودوا الى مستوطناتكم الى مستوطناتكم ما لم نقدم لهم شكلا جديدا يوحي بان ثمه شيء تغير عبر الحدود. وبالتالي هذا المازق الضاغط على كيان الاحتلال الذي اصاب قوه الردع، الذي اصاب صوره الكيان، فتح الباب لمعادله ثالثه في فهم صحه وسلامة اداء المقاومه ومحور المقاومه وهو ما يلي. طيب الان بدات المفاوضات حول صيغه سميت صيغه باريس بين قوى المقاومه من جهه والاحتلال من جهه اخرى عبر وسطاء بعضهم واغلبهم متواطئ مع كيان الاحتلال. السؤال هو هذه المفاوضات التي يمكن ان تصل الى نتائج ايجابيه وتنهي العدوان على غزه وفقا لطلبات قوى المقاومه، لان احدا لن يعتبر ان اتفاقا قد تم الا عندما تقبله المقاومه في غزه، وعندما تقبل المقاومه في غزه لا احد من قوى المقاومه يدعي ان له حق الوصايه او ابداء الراي فوق رايها. السؤال اذا تم التوصل الى اتفاق يرضي قوى المقاومه في غزه، تعالوا نتخيل لو كانت المقاومه في لبنان قد ذهبت الى الحرب الكبرى، ماذا سيكون عليه الحال؟ توقف يعني انت تكون تقصف تل ابيب واسرائيل تقصف بيروت، ثم وسيسارع الاسرائيلي ليذهب الى اتفاق مع غزه ليتفرغ لجبهه لبنان، لعلمه بانه اذا تخلص من جبهه لبنان وخلق لها مناخا عربيا ودوليا مواتيا يستطيع ان يرتد الى غزه بسهوله. وبالتالي تكون قدمت له ما يحتاجه، توقف اذا تم التوصل لاتفاق مع غزه، إذا أوقفت بعد كل هذا الدمار والخراب ماذا سيقول لك اللبنانيون؟ ماذا سيقول السوريون الذين قد تُقصف عاصمتهم ومدنهم؟ ماذا سيقول العراقيون الذين لن تكون عاصمتهم ومدنهم الكبرى بمنأى عن الاستهدافات الإسرائيلية؟ تقول من يعني أنجزنا اتفاق لتحرير الأسرى في غزة في فلسطين ووقف العدوان على غزة أم أن هذه الحرب الكبرى قضيتها هي قضيه فلسطين التي انت سلمت سلفا بان الظروف ليست ناضجه لخوض حربها. التفاوض كان سيضعنا في صوره تقسم وتفتت وحده قوى المقاومه. كما حدث في حرب 73 عندما راح ذهبت مصر منفرده وانجزت اتفاق الكيلو 101 ووقف اطلاق النار وبقيت سوريا وحدها تقاتل. وكانت هذه مكسبا لاسرائيل من اجل ان تطوي كل صفحه الانجاز الذي تحقق في العبور عام 73، وكان الذي سيجري مشابها، تطوى صفحه عبور الطوفان وتصبح الصوره السائده هي التسيد والتحكم الاسرائيلي بعد التخلص من معركه غزه من خلال الاتفاق. ثلاثه اسباب تدفعنا للقول ان المقاومه ادارت حربها بحكمه وبدرايه. الاول هو انه لو ذهبت الى الحرب الكبرى لانقلب الشارع العربي والشارع الدولي ضد المقاومه وانعزلت حرب المقاومه عن عمقها العربي واصبح الشارع الدولي في موقع المتعاطف مع اسرائيل تحت شعار تعرضها لحرب استئصال الثاني هو انه لو ذهبت المقاومه الى هذه الحرب فانها لن تستطيع وقف التوحش والمذبحه التي تتعرض لها غزه والثالث هو انه لو ذهبت المقاومه الى مثل هذه الحرب فان التفاوض الذي كان سيبدا وهو الان يبدا بين اي لحظه واخرى من اجل وقف العدوان على غزه وايصال المقاومه الى الاهداف التي حددتها لمواجهتها سوف تكون الجبهات الاخرى امام مازق كبير عاجزه عن وقف الحرب وعاجزه عن المضي بها لذلك علينا ان نضع النقاط على الحروف وان نقول ان الذين كانوا يضغطون ويزايدون ويسائلون المقاومه على ادائها عليهم الان ان يعترفوا بان المقاومه كانت صائبه التقدير دقيقه الموقف كصواريخها وانها تعرف ان ذكاء التوقيت هو نصف الحرب ما وراء الخبر. المفاوضات في القاهرة وقد تصل وقد لا تصل، لكن ان لم تصل اليوم فستصل غدا إلى نتيجة، لماذا؟ أولا الحرب فشلت. هلا يهدد الإسرائيلي بمعركة رفح يبدأ بها لا يبدأ بها هذا تفصيل. لأن معركة رفح لن تكون إلا نسخة عن المعارك التي سبقتها. لن تكون إلا نسخة من زاوية أنه نعم يستطيع كجيش ثبت أنه جيش قاتل وليس بجيش مقاتل أن يقتل أطفال نساء يدمر بيوت يهجر هذا يعني بكفاءة يدخل جنس الجيش الإسرائيلي على هذا الصعيد لكن كجيش مقاتل في الميدان منذ الأيام الأولى لبدء الحرب البرية نحن نتحدث عن أربعة شهور وأكثر دخلنا في الشهر الخامس عشرة أيام ورغم ذلك الجيش الإسرائيلي لم يحقق بعد صورة نصر واحدة ألوية النخبة فيه دمرت وسحبت إلى خارج ساحة الحرب. ألوية الاحتياط هي أصلاً دون مستوى الأهلية والكفاءة لتخوض حرباً بالنيابة عن ألوية النخبة، ولذلك هي ملء لفراغ في الجغرافيا وليست فرصة لتحقيق إنجاز. طبعاً قادة جيش الاحتلال وحكومته يكذبون يكبرون الأشياء ويضخمونها ويهولون من جهة لإرضاء أنفسهم الروح المتغطرسة المتعالية المتعجرفة لا تريد ان تعترف بانها هزمت وبانها منذ طوفان الاقصى لم تخسر لانها اخذت على حين غره بل لانها اعجز من ان تواجه وانه في كل مره يتقابل هذا النموذج من المقاتل الفلسطيني او اللبناني او العراقي او اليمني الجديد الذي تمثله قوى المقاومه مع هذا الجندي الاسرائيلي المتهالك الذي يقاتل بلا روح فان النصر محسوم هنا حيث اجتمعت روح الايمان والوطنيه والاستعداد للتضحيه والاستشهاد الى كفاءه ومهاره ومثابره وجديه وتعلم واتقان للتكنولوجيا ف... وهذا كلام موشي ارينز على كل حال بعد حرب تموز 2006 عندما وكان يعني وزير دفاع سابق في جيش الاحتلال ورئيس اركان سابق وهو اكبر عقولهم الاستراتيجيه يقول في مؤتمر هرتزليا في اذار 2007 ان الذي حدث الان هو يتحدث عن حرب تموز هو ان مقاتلنا اي الاسرائيلي الذي كان عام 47 يمتاز بالعقائديه والانضباط والمثابره وامتلاك التكنولوجيا قد تحول الى مهمل ثرثار يريد الفوز بالحرب دون دماء بينما الذي كان يقابلنا كان مهملا ثرثارا يريد الفوز بالحرب. بلا دماء وهو اليوم كما كنا نحن عام 47 العقائدي المثابر الجدي المضحي والمتقن للتكنولوجيا وهذه حقيقة اليوم عندما نتحدث عن حرب القرن الواحد والعشرين انظروا إلى حرب أوكرانيا الكلمة الفصل فيها للطائرات المسيرة للصواريخ الدقيقة لمشاة البر في الحرب العالمية الثانية كانت الكلمة الفصل للدبابة والطائرة إسرائيل تنتمي إلى الحرب العالمية الثانية في أجيال الحرب المقاومة تنتمي إلى القرن الواحد والعشرين لأنها تعتمد على الصواريخ الدقيقة وعلى الطائرة المسيرة وعلى مشاة البر وهي متفوقة في هذه الثلاثية فإذا خلص الحرب انتهت جاء الأمريكي بحاملات الطائرات وبالتهديدات معها ليصنع معادلة ردع نفسية لم تفلح قوى المقاومة قالت نحن لا تخيفنا تهديداتك، وحاملاتك هذه قد اعددنا لها عدتها، طيب وذهبت الى حروبها، وفتحت جبهه لبنان، وفتحت جبهه العراق، وفتحت جبهه اليمن، عندما اراد الامريكي ان يسيل فائض قوته وان يستثمره لتغيير المعادله، كانت النتيجه وبال وكارثه، خصوصا في جبهه البحر الاحمر التي لها قيمه وصفه استثنائيه في معادلات الردع الاستراتيجي الامريكيه امريكا في كل الكتابات والوثائق التي تكتبها تحت عنوان استراتيجيات الحرب الامريكيه تتحدث عن البحار قيمه البحار امريكا اصلا دوله بحار امريكا بنت امنها الاستراتيجي على انها دوله تقع خلف المحيطات وبنت مكانتها الإمبراطورية على أنها أكبر دولة في العالم تملك أساطيلا أساطيل تسيطر على بحار العالم أحد عشر أسطول تنتشر في بحار العالم من يقرأ الاستراتيجيات الأمريكية العسكرية طوال خمسين سنة للبحر الأحمر فصل مخصص فيها وتقول هذه النصوص الاستراتيجية العسكرية الأمريكية أن من يسيطر على البحر الأحمر يسيطر على خط الربط بين المحيطات وهي تعلم ان انصار الله واليمن والجيش اليمني عندما وضعوا يدهم في البحر الاحمر هم يقولون لامريكا انت تمارسين الفيتو في مجلس الامن ونحن نمارس الفيتو الميداني هنا على جغرافيتنا وعلى شواطئنا وبالتالي عندما اهرقت هيبه امريكا في البحر الاحمر لأنها تقاتل قوة غير متناظرة ليست قوة عالمية كبرى قوة شعبية محلية لكنها استطاعت أن تكسر الكلمة الأمريكية وأن تقول لأمريكا قفي هنا أو تعالي إلى المنازلة الكبرى وأمريكا تخرج من أفغانستان لأنها تعرف بأن جيشها عاجز عن بذل الدماء حتى في حرب سوريا أصلا هم جاءوا بالتشكيلات الإرهابية لتقاتل بالنيابة عنهم لأنها قادرة على بذل الدماء التي لا يقدرون عليها. يقاتلون في اوكرانيا كما قال الرئيس الروسي حتى اخر اوكراني، لماذا؟ لانه لا يوجد امريكي مستعد لبذل الدماء، وبالتالي يهربون من الحروب لانهم عاجزون عن بذل الدماء، وبالمقابل لا يتحملون حرب الاستنزاف. فاذا الجيش الاسرائيلي فقد قدره القتال وخسر الحرب. والجيش الامريكي اصلا فاقد لقدره القتال ويريد ان يمارس الهيمنه والهيبه من خلال التهويل. وقد استنفد التهويل وفشل في توظيف التهويل وها هو في العراق وسوريا ملاحق من قوى المقاومه العراقيه وفي اليمن امام التحدي اليومي في استهداف العبور عبر البحر الاحمر من خارج الاجراءات اليمنيه فماذا سيفعلون ماذا سيفعلون وقد فشل الجيش الاسرائيلي وفشل الجيش الامريكي خيار وقف الحرب ليس خيارا هو ممر الزامي لم يعد امامهم الا وقف الحرب لذلك التهويل بمعركة رفح قد ينفذ وقد لا ينفذ، وكما قلت هذا تفصيل، نتيجة معركة رفح ان وقعت ستكون نسخة عن نتيجة معركة خان يونس. يقتلون أكثر صحيح، لكنهم يفشلون أكثر، صحيح أيضا. وبالتالي إذا القدر الأمريكي الإسرائيلي هو الذهاب للخروج من الحرب. التهويل لتحسين الشروط وارد، لكن الأهم والأخطر هو أن الأمريكي والإسرائيلي وخصوصا الأمريكي يسعى الامريكي الان لاستنهاض قوى لم تشارك في الحرب الى جانب امريكا واسرائيل، ربما لانها محرجه، وربما لا لانها ترى ان هذه الحرب عدوانيه، او ان هذه الحرب خاسره، او ان هذه الحرب في غير مكانها، او لانها ترى ان هويتها العربيه الاسلاميه لا تبيح لها ان تكون ضد شعب عربي اسلامي، علما ان الذين خاضوا حرب اليمن يعني لم يقيموا حسابا لهذا، على كل حال الآن الأمريكي يخاطب دول عربية مثل مصر، السعودية، الأردن، قطر، الإمارات، الذين اجتمعوا في السعودية أول أمس تحت شعار كيف يمكن أن نرتب دورنا في مرحلة الاتفاق حول غزة؟ وأمامهم ثلاثة أنواع من المهام يعرضها الأمريكي. المهمة الأولى أمنية، أي أن الإسرائيلي سينسحب من بعض النقاط في غزة لصالح قوات عربية تعطيهم دور شراكة. في المعادله الفلسطينيه الداخليه. المهمه الثانيه ماليه، عليكم ان تقوموا باعاده الاعمار والاغاثه لكن هذا يعطيكم نفوذا في تشكيل الحكومه والعلاقات السياسيه والجمعيات الاهليه وانتم ابناء المنطقه فتقومون بفك وتركيب المجتمع السياسي الفلسطيني بما يتناسب مع المنظور الامريكي. البعد الثالث له صله بالمعابر. لان هذه المعابر هي ادوات التحكم بالاقتصاد وادوات التحكم بالبنيه العسكريه مصدر التسليح وإدقال الامكانات والذخائر وبالتالي اذا تستنهض المفاوضات بخلاف الحرب يعني الامريكي صاحب مصلحه بالمفاوضات لانها تتيح له ان يستنهض قوى لم ينجح باستنهاضها للحرب عندما بدا اليمنيون حصارهم البحري على اسرائيل دعا الامريكي الى حلف من أجل مواجهة أنصار الله لكنه لم يستطع أن يجلب مصر والسعودية إليه رغم أن مصر والسعودية على شواطئ البحر الأحمر وقالتا إن المشكلة في غزة وليست في البحر الأحمر ومن يريد إنهاء الأزمة في البحر الأحمر فليوقف الحرب في غزة إذن في الحرب لم يستطع أن يأتي بهما ولا بسائر الحلفاء العرب لأمريكا لكن عبر التفاوض يستطيع وهو الآن يجند مناخا عربيا جديدا من أجل إحاطة المرحلة التي تلي التفاوض لتعديل التوازنات السياسية الفلسطينية ومكانة المقاومة في قلب المجتمع الفلسطيني بتأثير هذا الحضور السياسي والمالي والأمني العربي، طبعا هو يعدهم بأنه ذاهب إلى دولة فلسطينية، لكن موضوع الدولة الفلسطينية نحن نعلم والأمريكي يعلم والعرب يعلمون أنه يبدأ ساخنا ثم يبرد. وأن أمامه معضلات بحجم لا يجرؤ الأمريكي الآن على الحديث عنها لأنها أكبر من أن يحلها ما هو مصير القدس؟ ما هو مصير الاستيطان؟ هل يجرؤ الرئيس بايدن الآن أن يقول أنه يؤيد إعادة القدس الشرقية لتكون عاصمة لدولة فلسطينية وهو بالأمس اعترف بالقدس موحدة عاصمة لإسرائيل؟ الاستيطان ماذا ستفعل بسبعة مئة وخمسين ألف مستوطن في الضفة الغربية؟ هل يجرؤ الرئيس بايدن ان يقول اقلعوا المستوطنات وحرروا الضفه الغربيه من المستوطنين، لذلك موضوع الدوله الفلسطينيه حق العوده للاجئين قضايا شائكه وكبرى يبدا الحديث ساخنا ثم يبرد، اما القوه الثانيه التي سيستنهضها بعد العرب فهي السلطه الفلسطينيه التي يريد منها ان تتورط في الكثير من الاجراءات كالتي تقوم بها في الضفه ان تبني لها مرتكزات في غزه من موقع انها ستكون صيغه موحده لحكومه موحده بين غزه والضفه. ما وراء الخبر هو ان الامريكي والاسرائيلي المهزومان في الميدان يريدان تحقيق الانتصارات في مسار التفاوض، وهذا مدعاة للحذر. سلام القدس لكم وعليكم.